unpleasurable. ممثل، كاتب، مخرج، منتج وبدق على البيانو، خلونا نستقبل المبدع جورج خباز. جورجي عيوني، ممثل، مخرج، كاتب، رائس، مثل يعني مثل ما شفت بالمسرحية، بتغني، يعني كله يعني لخدمة الممثل، كله لخدمة الممثل. جورجي قديه كنت شاطر انت بالاستظهار انت وصغير؟ منيح، كلنا كلبنانية شاطرين بالاستظهار، بس بدك مين ينفذ؟ يعني كلنا حكينا عن وطن النجوم، يعني اي نجوم منهم هلا بالمسرحية؟ انا حضرت مسرحية ناطرينو، فليت يعني، ظاهر كنت ظاهر من المسرحية عن جد بدون مبالغة، فليت يعني كيف الواحد بس يعمل شغلة حلوة بنهار وبينام على مخديته مرتاح، هيك صار معي. خلي لي اياك عم بحكيك جد، انت مزوق يا عادل. على كل حال نحن بفرد خندق على الصعيد الفني يعني، فبشكرك كثير على محبتك للمسرحية. مش بس محبتك للمسرحية، محبتك لك. خلي لي اياك جورج، قديش أخذت وقت معك المسرحية كتابة وتحضيرا؟ مسرحية ناطرينو تقريبا حوالي شهرين كتابة وشهر ونص تمارين، يعني على بعضهم تقريبا بالأربع أشهر شغل لحتى افتتحنا. طب جورج أنت كم مسرحية بتعمل بالتانكي مان؟ اسم الله عليك، اسم الله عليك. أنا بالسنة بعمل مسرحية، بالسنة بعمل مسرحية واحدة. ايه بس بتعرف لأنه أنا نشيط، نشيط بشغلي، فالبعض بيقول لي أنه ليش هل كيف تقدر بالوقت اللي هو شيء كتير طبيعي، يعني بعيدا عن التشبيه، يعني مش عم شبه حالي بحدا، بس شكسبير كان يكتب ثلاث مسرحيات بالسنة يعني. عرفت، فمش هين أنك تكتب مسرحية بظل هالظروف. وما تنسى كمان أنت عم تخرج وعم بتمثل وعم بتدير الممثلين وعم تكتب أغاني المسرحية. شو عندي؟ ما هي شغلتي، هاي شغلتي اللي بحبها كتير، اللي شغوف فيها، لذلك عم بعطيها يمكن أكترية وقتي، وقت عم بعطيها على حساب قصص تاني بحياتي كمان. هلأ عندي سؤال، هلأ والدتك قالت لك أنه بس بدك تمثل لازم تاخد أختك معك؟ مثل ما ليحه قالت لك، قالت لك ليك يا ماما ممنوع تمثل، ممنوع تمثل لما تاخد لورا. ليك عادل، مثل ما امك قالت لك ممنوع تمثل لما تاخد خيك مدير انتاج. بس بدي خبره خبريه، طارق مدير انتاج أبضاي بلا جميلتك، واختي ممثله أبضاي بلا جميلتك. ما في شك، ما في شك. لورا انت اكتشفتها كممثله ولا كيف صارت انه حتى امنت فيها انه قررت انه لورا لازم تكون معك دائما؟ لا، مره عيوني على المدرسه، لورا كان بعدها بالمدرسه، مسرحيه عم تمثل فيها لورا، رحت انه كخي عم بحضرها وتزقف لها مثل كل، رحت مع امي وبي واخواتي والى اخره، اكتشفت انه عندها قدره مش طبيعيه فعلا، وحبيت انه تكون يعني. وهلا انا اول ما بلشت بالمسرح كثير حرام لورا ظلمت انه جايب اخته معه لانه اخته، بس هلا انا بقدر اقول من عبر برنامجك على العلن انه انا ما بقدر قديه، مش عارف قديه اقدر اعمل مسرح بلا ما تكون لورا ممثله اساسيه معي. هلا هو هلا بتكل عليا يعني كممثل فعلا يتكل عليا، لانه حضرت المسرحيه وعاطي وزن منيح للمسرحيه وبترقص حلو، ها فظيعين انتوا يا عاملين مثل رقصه لذيذه يعني. شو بسمونه، تشارلستون او ما بعرف شو، شيء من هالنوع، شيء من يعني كوميدي ميوزيكال بهالاطار. هي بتساعدك اوقات مثلا بال 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 بالسين تبع المسرحيه، بتقول لك مثلا لا لورا مسلي لا حرام تلتزم، حرام بقسى علي اكثر من غيرها، لان بعرف قد شيء شاطره، واوقات غلطتها بألف بالنسبه لغيرها، لانه لورا كثير بتحفظ كل المسرحيه قبل ما نبلش، عندها ميموار مخيفه. وبتكل عليها، ايه بتساعدني بكثير قصص اذا ممثل نسي دوره الى اخره، بتكون لورا بالمرصاد. في مسرحيه بعتقد يمكن قبلها مش مختلفين في بتمرق في جمله تبعيت انه مشبهين حالنا للحيوانات او شيء. نحن كل الوقت بكل النهار بدون ما ننتبه بنشبه بعضنا للحيوانات، ان كان بالمنيح او بالعاطل. كيف مثلا هذه استعملتها بالمسرحية مثلا فلان بيشتغل مثل الجحش، بيفلح مثل الفدان، بياكل مثل الغول،
صاير قد الفيل، نصحاني مثل البقرة، قاعد بالزاوية مثل الصوص، مثل الأمل المفروك، بميت لون مثل الحرباية، سريع مثل الأرنب، عيونه مثل الغزال، بعر مثل الطار، ما بوشي مثل القرد، صحته مثل الحصان، خز عليه مثل السبع، أه يا نمر أه، أنا برات ضعتي مثل السمكة برات الماء، تبه منه هدواوي عتيقها، عقصته بتوجع، هيك بيسوقوا يا حمار، لو كانت بيسوقوا مثل حمير. يا ريت بيسوقوا مثل الحمير، كانوا على بيمشوا على الزيح وعلى 600 ميلون. سكوت لصرصور كسر علي الحيوان، فات في الحيوان، اكلوا علي الحيوان، اذا في واحد مرته عم تخونه بصير ابو قرون. ما بعرف انا بفضل انه ما بقت تمسخر الحمار، يعني احسن منه الحمار. الحمار ادمي نشيط صبور امين كتوم، بيحمل بيسمع بيفهم، زلمه ولكل الزلم. انت شايف قديش طول دنبه للحمار مثلا؟ اصلا شو عرفك هو كيف بيفكر فينا؟ يعني شو عرفك كيف شايفنا؟ شو عرفك مش عم بيقول لابنه ما تتهبلن مثل الناس، ما تخون مثل الناس، ما تطعن مثل الناس، ما تتأنسن يا انس، يعني ما تتحمرن يا حمار بس عنا. قويه كثير جورج، هاي زقفة لك ما خليني. بمسرحيه ناطرينه كمان في عندك تبعيد طالع نازل، يا ريت هيك بس ما فيك سمعنا اياها. هو ليش تكون معي لورا؟ لانه هي بتقول بالمسرحيه انه كل الوقت نحن بنحكي بطلوع، انا بقول لك كل الوقت بنحكي بنزول، فبصير في مثل بين بون بيني وبينها، قد ايه بنحكي بطلوع وبنزول. في كثير عندنا قصص، يعني طالع على الجبل، نازل على بيروت، طالع ضغطي، نازلين بني الدنيه الى اخره، فما ما كثير بدنا، ما كثير بدنا، وطلعت الريحه نزلوا لان جرجع. قد ايه طولك؟ متر وكم فتر. طب انت بعرف انه بتلعب باسكت بول، هويتك الباسكت بول؟ ايه بس بالاجران، يعني بالاجران. لعيب؟ طب بتلعب فوتبول؟ بلعب فوتبول. وعندك غير هوايات؟ ايه بين بون والباسكت. هوايتي الفنيه هي السينما، يعني انا مهووس سينما صراحه. بين بون والتنس، عفوا مش الباسكت، بين بون والتنس والفوتبول. الباسكت شو بعرف باسكت، يعني ما بعرف، انا تخيلتك هيك لعيب باسكت. بدي اعرف، بسم الله عليك، فزتك متر ونص. بدكم تشوفوه على المسرح لجورج بس عم تعمل سبور على المسرح. لا ما انا جسمي خفيف، يعني لما بعلى ممكن ما غط، يعني الا اذا مرسرس درسي يعني بالغلط. رح نفوت هلا بسجمنت صغير عن المسرحيه ومن بعده بنكفي الحديث. استفدت بالشغل بالمسرح مع جورج خصوصا، هذا الشيء فادني بالحياة، لأنه على المسرح مثل بالحياة ما في رجعة لورا، يعني ما في ستوب وريوايند ورجع، عرف حاله لوين واصل وبده يوصلنا معه، يعني مش انه هو ماشي ونحن فولورز لحقينه. سو هيدي من ميزات جورج. بخبرك عن جورج انه حدا كتير بروفيشنال، حدا على الصعيد الإمام، بقول لك انه جورج انسان بياخذ العقل، قلبه بياخذ العقل، انا ماني شايفه شخص مثله. بتعرف تتجدد مع جورج خباز، هالانسان الموهوب من التلحين للكتابه للتمثيل للاخراج لكل شيء، انا كثير مبسوط معه ومرتاح كثير معه. ميمو كايمو. انا بتجي لون بمقوى كل شيء، ميك اب لي كلي اس تو كلي جاكرا دين دار كبت ديكي مي نهي صلا. فهمت علي؟ لا عم تضحك تماما. هذا وسيم شيخ الاوادم، معلش اسمح لي مداخل. كثير كثير ادمي وسيم توم شخصيا، بدي استغل هالشاشه تقول قد منه ادمي، يعني بدق الجرور قبل ما يفتحه، مبارك زعج حدا جوا او شيء، عرفت هالقد الزلمه مرتب. وبحبه كثير وسيم، صار قد صرنا سوا شيء 7-8 سنين بالمسرح نشتغل سوا. وسيم يس ماستر، يس ماستر عم يحكي هندي، انا بترجم 10 سنين صاروا مع بعض، عم بيقول اهلا وسهلا فيكم. وحياتك وحيات ولادي، وحيات ولادنا ولادي، وحيات كل شباب بلادي، وحيات جدادي واحفادي. وانا سعيد جدا للسنه الثانيه بشتغل مع الشاب الموهوب موسيقيا وفنيا وخلقيا، انه طبيعته الاخلاقيه، البيت الكريم اللي ربي فيه، والله يبارك فيه. مسرح بيعتمد على السرعه، على
الأعصاب القوية على التركيز. هذه المسرحية خطوة كتير متقدمة بالنسبة للإخراج وللكتابة وللنص وللتمثيل، يعني من أصعب المسرحيات اللي لعبناها مع جورج. جورج بتعزمني ارجع اروح احضرها مره ثانيه؟ اهلا وسهلا فيك، بيتك هذا، انت بتعزم ما بتنعزم يا سيدي. يا حبيبي ما عليك. جورج كيف كانت سنه 2013 عليك؟ منيحه بالمجمل. بالمجمل منيحه؟ بالمجمل منيحه، اي هلا على البلد للاسف كانت عاطله جدا. ايه وانتهت عاطله وبلشت 2014 عاطله، ان شاء الله ما تكفي هيك. بس يعني نحن عم نحاول قد ما فينا نشتغل كافراد، لانه ما في شيء مساعدنا لا الوضع الاقليمي ولا الامني ولا الاقتصادي. بتصور هذا اللي موقف لبنان على اجراه هو المجهود الفردي اللي فيه فعلا. لانه شعبه عنده اراده للعيش واراده الحياه عنده فوق كل اعتبار، مش هيك لبنان واقف على اجراء من 75 لهلا الحمد لله. جورج خبرنا بعدك تحت نصيبك؟ ايه بعدك تحت نصيبك يعني قوت من بدل انا تحته فوق. ما ما بتفكر بالزواج او شيء؟ بلا انا مش ضد الزواج يعني، بس ما انه هاجس يعني، مش انه مش عم نام الليل بدي اتجوز واي متى بدي اتجوز. بحب الاستقرار، بحب العائله اكيد، بس مش انه هاجس وهدف لاحقه. بريوريتي لشغلي لحياتي، بريوريتي اني اكون مرتاح اوكي بحياتي بعدين كل حسن. طب انت كيف تصورك لفتاة احلامك اذا مثلا؟ فتاة احلامي، اول شيء فتاة احلامي في بتعرف في سيلوات يعني، ما في شيء فلو، بس انا اللي بحبه انه تكون مسقفه تكون مهضومه اهم شيء، طويله يكون عندها اخلاق، طويله اذا هي طويله وانا قصير فرضنا وجبنا ولد كيف بده يطلع؟ بيطلع بيمشي هيك اجر على امه اجر على بيه. انت كيفك بالشغل؟ تعتبر طيوب ولا طنبوز؟ طيبوز يعني اثنين. تقلك شو المشكلة، أنا كتير محترف لدرجة يعني يعني بيرفكسيونيست بيقولوا لدرجة الأساوي. أوكي. وهلأ اللي بيشتغل معي لأول مرة ممكن يتضايق، بس بعدين وشفت الشباب صرنا زمان سوا صاروا يعرفوا انه ما في خلفيه او شيء شخصي تجاه الاخر، بهمني العمل ومصلحه العمل. بس يخلص العمل او بس يخلص الشغل خلص بصير انسان تاني. انا ما بنكر انه قاسي بالشغل، قساوتي تلامس العصبيه، بس بجرب انه ما هين حدا ولا اذي حدا بكلامي لانه هيدي مش من تربيتي. ولكن بحب شغلي لدرجه انه، وانا برايي انت بتعرف انه الكوميديا لازم تشتغل بقمه الجديه صح، والا بتصير مهزله 100%. طب ليش بتشتغل مسرح اكثر من تلفزيون؟ لانه التلفزيون المسرح والسينما هن ثلاث منابر للممثل مهمين. التلفزيون بيعطي شهره كثير كبيره وانا ما بنسى فضل التلفزيون علي، والسينما بتعمل تخليد لصحابها، بعدنا هلا بنحضر افلام اصحابها ماتوا من عشرات سنين، بس النشوه المعنويه الكبرى بتلاقيها بالمسرح. هالتواصل المباشر مع الناس هذه شغله كثير كبيره عادل يعني، ما بتلاقيها وين ما كان. الناس عم تتفاعل معك مباشره، عم بتزقف لك، عم تعطيك علامتك دغري مباشره، عدا عن انه بكفي انه جاي من البيت قصدتك على المسرح، مش انت فرضت حالك علي على التلفزيون. بعدين المسرح حتى منبر. السينما نفس الشيء كمان، جاي من البيت لا يحضرك بالسينما نوعا ما، بس بالسينما اكثر، فايت على مول عنده 8 افلام ممكن ينقي فيلم يفوت يعني، بعده بالمسرح مقصود اكثر، مقصود اكثر، جاي لعندك في احترام كبير لعملك، حاطط ثقته فيك. انت بتكون اهل هالثقه هيدي. بعدين انا المسرح اكتشفت من وراء 10 سنين خبره متواضعه بالمسرح انه مش بس منبر ترفيهي ومنبر فني وتواصلي وبتوصل منه مساجات، هو المشاهد بيتواصل مع نفسه بالمسرح، بنقي شخصية بتشبهه عفيت بدون ما ينتبه، بصير يتفاعل مع حاله، بيبكي على حاله من خلاله او بيضحك على حاله من خلاله. وهيدي أهمية المسرح وبتلاحظهم هول طبعا طبعا. جورج بدي انتقل لسؤال تاني يمكن ما خاصه بهذا الموضوع. نعم. هذا الموضوع انت اي شقفة من الدجاجة بتحب؟
يعني حسب الفخذ او الصدر، حسب كل مره شكل، في الفخذ في الصدر في حسب الدجاجه يعني، او بتحب فخاضه او بتحب صدره او يعني لا بس انه الدجاجه كلها طيبه. طب ومن المره خلينا بالدجاجه، خلينا بالدجاجه، في اطيب من الفخاض. هلا الصدر ما بيشكي من شيء تبي. طب اذا عرضوا عليك شي مره، اذا عرضوا عليك شي وزاره معينه، اي وحده بتنقي؟ خبره خبريه، امبارح تفاجأت على صفحه كلام الناس. شو عاملين ستاتستيك انه مين بترشحوا للناس، مين بترشحوا وزراء بهالحقيبه وبهالحقيبه وهالحقيبه. محسوبك مفاجاه كبيره، اخذ اكثر واحد اكثر نسبه بوزاره الثقافه، فانا تفاجأت وبشكر كل اللي صوتوا لي هلا من عبر برنامجك. طب انت مجيز جمهورك على التصويت؟ لا لا لا، انا مش عارف بالخبريه. وانا بحكيك صراحه، اذا عرضت علي وزاره الثقافه يعني مثل عم يعرضوا عليك سياره بلا مفاتيح، يعني شو بدي اتفرج عليها؟ بدك للاسف. هلا هو مش مشكله يعني، هو على التصويت للاسف الشديد اقل ميزانيه بكل الوزارات، ميزانيه ماليه هي لوزاره الثقافه، ورسمالنا الوحيد بالبلد هو الثقافه. انت شو اكثر شيء بيزعجك بالسياسيين؟ تقلباتهم للاسف بلبنان السياسه صارت لا مبدئيه. انت كان نظرتك كمخرج، مين اكثر واحد من السياسيين بتحسه خرج يكون ممثل دراما؟ دراما؟ ايه الوزير سنيورا لانه حساس كثير ودمعته سخيه. ف طب ودور المحتال لمين؟ دور المحتال لمين؟ شو عم تحكي هلا يعني بمعظم السياسيين ايه؟ معظم السياسيين. طب ودور الرومانسي؟ مصباح الاحدب كله بيقول مصباح فظيع. ايه؟ ايه؟ مع انه هادي حباش ما بيشيها كمان. ايه؟ طب انت مع الاقطاع السياسي؟ لا اكيد انا مع ضد الاقطاع بكل اوجهه. طب مع الاقطاع الفني؟ كمان لا، بس في شغله مهمه، الجو بيأثر. جو البيت بيأثر. يعني رح اعطيك مثل انه انا كمان ضد الوراثه الفنيه، بس تعال طلع سيدي فيروز وعاصر رحباني عملاقان، جابوا عملاق اسمه زياد الرحباني. ايه؟ عرفت علي؟ بس كمان في ناس لانه اهله فنانين مش بالضروره يطلعوا فنانين، يعني بيقدر يكون مهندس مش ضروري يكون بيانيست، يعني عرفت علي؟ فجو البيت بيأثر اذا كان عندك موهبه. بس اذا ما كان عندك موهبه ما فيك تعمل فنان بالقوه. ليه؟ طب ليش بالسياسه كمان اوقات اوقات بسمع مثلا انه جورج بيقلد زياد الرحباني، وحتى انا اوقات بيقولوا لي اياه انه انت بتقلد. ليه بيقولوا هيك دخله؟ انا لحظه مش بقلد، بيقولوا انه متاثر بزياد الرحباني. بدوريد لحام بشارلي شابلن. بودي الين بسمعها كثير بالصحف وعند الناس. بدون شك هلا مش مشكله واحد يكون مؤثر، انا بفتخر بتاثري بهول الناس. بفتخر، وبالنتيجه اللي ما عنده ماضي ما عنده مستقبل. بس نحن عندنا شخصيتنا المستقله، وكل هؤلاء عظماء وما بيشبهوا بعضهم على فكره. يعني انا بيقولوا لي انه انت بتشبه دوريد وبتشبه زياد وبتشبه شوشو وبتشبه تشابلن. طب تعال طلع تشابلن شو بيشبه زياد، وزياد بشو بيشبه دوريد، ودوريد بشو بيشبه شوشو. ما بيشبهوا بعضهم بشيء. القاسم مشترك وحيد انه بيعملهم في قضيه انسانيه، ويمكن باللاوعي المشاهد او النائد بيشبهنا فيهم، وهذا شرف كبير لنا. تعرف هيك عم بتطلع فيك مبين علي كبران عن جد، بس شوفك على تلفزيون لبنان مبين اصغر. منيحة. عم تحضر نساء في العاصفة؟ جورج رح نشوف هلا سيجمنت صغير عن الناس شو رأيها فيك. فيش خلقك فيش مصاري ما فيش، فيش خلقك فيش حافظ له، فيش خلقك فيش مصاري ما فيش. جورج خباز كيفو؟ عظيم، مبدع، مهضوم، حبوب، وملك أبو جريج. باراشوت تحكي جد؟ كثير شاطره بالباراشوت. هي ما بتخافي بس تغطي تكسري حالك؟ ما بغط اصلا. ليندا كرياكوس هو مبدئيا، بس هو موهوب كوكايه كمان فيه. كله مهضوم، كله سوا مهضوم. جورج خباز بغني؟ ممثل؟ وزاجل كمان، اوف اوف اوف. مش عاملي حشا. النعنع نمره واحد، يعني بينحمي على الرحات على الكتاف. لازم يكون هذا يا رئيس حكومه يا شيخ. ابن ابو علي، ابن ابو علي، ما زي ما بتفرق معك لا يعلم السياسيه كيف بيكون البلد. فوقيه نمبر 1. شو ما عمل منيح؟ حط لنا البصمه على وجوهنا. مهضوم كثير، وطني،
وبحس بوجع الناس وهموم الناس. بفيلم غدي البعض اعتبر انه تم استغلال الاعاقه تبع الصبي يلي هو عم يعني بيلعب دور غدي. هو ما انحكى عن الاعاقه يعني، بس بدي وجه شغلي، البعض عم بدي وضح شغلي برضو. هي شو هو شو شو السيمتوم تبعه هذا الصبي؟ تريزوميك 21 تحيه لإيمانويل خير الله يلي لعب هالدور. نحن ما عم نحكي عن الاعاقه، نحن كنا عم نحكي عن نظره المجتمع للمختلف، المختلف بكل انواعه. يعني فيلم غدي منه عن تريزومي 21 بيحكي عن المجتمع اللي عنده نظرة متخلفة للمختلف، يعني مش قادر يتقبل واحد خلق تربه، فكيف يتقبل واحد من غير دين أو من غير معتقد أو من غير سياسة أو من غير فكر. فنحن من خلال هالاختلاف الجسدي رحنا على كل الاختلافات التانية اللي عم تشكل إيه في كبيرة مجتمعنا عم توصلنا لحروب. بتصور نحن بمجتمعنا العربي سبب كل حروبنا هي عدم تقبلنا لبعضنا البعض بكافة اختلافاتنا. فبس بدي أقوله أنه فيلم غدي معنوياً عمل رهجة مخيفة على صعيد نقاد، على صعيد جمهور، حتى على صعيد عالمي. هلأ عم يشترك بكتير مهرجانات وإحدى الصحف المغربية حطت عنوان لنوف فيلم أراب كيوم ماركيلا نيدو ميل تريز، أهم 9 أفلام عربية علمت بال2013 وأخذت شهرة، غدي واحد منهم. مش غلط. خلينا نسمع غنية لألك جورج. أوكي. شري حضري للعشا مخمر، سري حياتي نفتي دم العشا، مش عيب لي عشها نطلب دليفري كل يوم، دليفري كل يوم، دليفري كسك نفسه من تشيكن برجر. مش عيب لي عشها، مش عيب لي عشها، مش عيب لي عشها، مش عيب لي عشها، مش حيلا تشيكن. سري حياتي الليلة أنا عملت لك عشاء، مش طالب الغوري، مش طالب الغوري، مش طالب الغوري، مش طالب الغوري، أنا عملت لك عشاء. فظيع فظيع، برافو. هيدي كمان زميلنا المبدع شادي ضو، دائما بيتحفنا ب شادي، تحيه لإله، بتاخذ العقل، بيعمل كليبات هيك بنستعرضهم دائما بعيد حكي، تحيه لإله، جنن. بدي اخذها معي هاي شادي. الدعايه هيدي كنت انت بس بدك تعمل دعايه بيعطوك نص هن محضرينه ولا انت بتحضر نصوص؟ لا انا هيدا بيكون واحد من شروطي، واحد من شروطك انه باخذها كلها، وانت بتخترع السلوغان تبعه. إيه يعني مش عامل دليفري، لان صار محط كلام عند الناس، مش عامل مثل ما الزلمه قال مش عامل عشاء. كل شيء انا هيدا شرط من شروطي، لانه كمان بحب ما بنكر انه انا بعمل دعايه للمردود المادي، بحكيك صراحه اكيد. بس كمان ضمن هالمردود المادي بجرب بحط شروط فنيه معينه لتضل على ليفل معين، لتضل روح جورج خباز او الفنان المعين الموجود. جورج انت برايك التمثيل بالبلد بطعم خبز؟ بحسب، انا بقول ايه يعني، بس هلا انا ما في اخذ على حالي لانه انا عم بشتغل كذا شغله مع بعضهم يعني. انا خمسه بواحد ما بيقولوا، منتج وكاتب وممثل ومخرج وموسيقى، فكلهم مع بعضهم، وبعلم بالجامعه. مين بيهتم بالتنظيفات؟ بس اخر شيء بالمسرح بالمسرحيه خلص جورج، يلا بخاطركم بس عند الشطف هلا. والله لك مش بعيد كثير يعني. لا بتعرف بعملهم كلهم هو مع بعضهم، كتر خير الله في مردود منيح. بس انا ما بعرف التمثيل لوحده قديش بطعم خبز، بتصور فيه شويه صعوبات. بس هلا تحسنت شوي العجله الانتاجيه. امتى رح نرجع نشوفك على التلفزيون؟ قريبا جدا. عم بتحضر شيء للتلفزيون؟ عم خطط لشغله ان الله رد، وعم بتحضر شيء للسينما مثل ما كمان عم بكتب هلا فيلم سينمائي جديد ان شاء الله من بعد غدي، لانه تجربه غدي كانت تجربه رائعه. وبتصور صار في عندنا مثل ما اسسنا لجمهور بالمسرح، أسسنا من خلال فيلم غدي لجمهور بالسينما، صار في ثقة، واللي انحكى عن غدي حقيقة يعني أنا كتير فخور فيه، لأنه غدي رسالته الإنسانية أبعد بكتير، تخطت إذا بدك فنياته وتخطت الأرقام وتخطت كل شيء. جورج أنا كتير انبسطت فيك، وأنا كمان حقيقة. وإن شاء الله إن شاء الله، وهيدي من عن جد من قلبي عم بقولها، إن شاء الله بيصير في شيء عمل مشترك بيني وبينك، لأنه أنا أنت بتعرف بحبك ومعجب بشغلك من زمان. وبدي أقول مرسي لناصر فقيه المخرج المبدع فعلا. ناصر عم بيثبت يوم بعد يوم إنه مخرج
أبضاي وميرسي لك عادل لكل فريق العمل والإعداد حبيبي. عن جد حلقة بتاخد العقل حبيبي يا جورج. خلينا نرجع نذكر بس بهلأ بالأعمال اللي عم تنعمل هلأ. نرجع نذكر بغدي. غدي بعده عم ينعرض بسوفيل أشرفية بالأبراج فرن الشباك صار على آخر يلي بده يلحق حاله. طبعا موجود بالسوق بألفين ليرة لا 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 أنا ما بنصح حدا يحضره بألفين ليرة يروح يحضره بالسينما لأنه عن جد بيستاهل سينما وحرام مين حضر بالسينما. نعم وفي مسرحية ناطرين وعم تلعب بالشرق الأوريانو من الأربعاء للأحد والأحد حفلتين أحد حفلتين. جورج يعطيك ألف عافية. شكرا. وتحية وسلام للأكيب كله لمسرحية ناطرينو وأمانة أمانة توصل لي تحية وبوسة كتير كبيرة للمبدعين والكبار يلي بحبهم من قلبي أنا الأستاذ بطرس فرح والأستاذ عمر مئاتي وتحية للورا وللشباب كلها ما بدنا ننسى حد. ونحن بناية حلقتنا حابين هيك بس تعرف نحن بنتبادل كادويات دائما مع الضيوف. نعم. محضر جايبين لك هيك طبعا ما في شيء من قيمتك بس بما انه انت حد انت جورج بتحب بيت الرحابنة وبتتابعهم وبالاخص سفيرتنا للنجوم الست فيروز هذا كتاب حضرته عملته بالاحرى ريما نجم. ريما نجم الصحفية الإعلامية بيتضمن كل شيء كل شيء عن فيروز. حلو. فكتاب كتير حلو. شكرا كتير. هذا لك جورج. كلكم ذوق. ميرسي كتير. ميرسي. فيروز وعلى الأرض السلام. فعلا. شكرا شكرا كتير. وهيدي هلا كمان هدية رح بعتقد رح نعتمدها نحن بهيدا حكي برنامج هيدا حكي لفتت لنا نظرنا عليها ست مي شدياء بحلقتنا السابقة. هي صورة كتير مهضومة. رح نعتمدها دائما مع ضيوفنا 3 dimension مع صور كثير صغيره هيك لك جورج من كمان هديه من هيدا حكي. شكرا كثير. ميرسي. ميرسي. شكرا. وانا بدوري معلش اسمح لي هيك جبت لك كادو متواضع لك يا عم بس بيشبهنا انا وياك. ايه؟ هودي مجموعه افلام لون متراج افلام ايه؟ طويله لشارلي شابلن. ايه؟ هذا المبدع عرب الكوميديا الكبير يلي افلامه ما زالت لهلا عم تدرس بالجامعات. افلام كلها انسانيه كلها كوميديا راقيه ما زالت عايشه معنا لهلا. ايه؟ فاوريجينال مش تبع الفيلم أكيد أوريجينال. أكيد أوريجينال. فبتصور أنت من أكثر الناس اللي بيستحقوا هالنوع من الهدايا. يا حبيب قلبي يا جورج ميرسي كثير كلك ذوق. جورج الله يوفقك وإلى الأمام سر. شكرا. ونحن بنفتخر فيك. طول عمرك وأنا كمان. جورج خباز.